نجحت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في ظرف 48 ساعة في إفشال محاولات الهجرة غير الشرعية عبر سواحل مدينة وهران. مكنت هذه العملية من توقيف 75 شخص من بينهم 14 مدبر لهذه الرحلات، حيث تم من خلالها حجز عتاد الإبحار السري متمثل فيما يلي: 6 قوارب نزهة يطلق عليها اسم السريع، مزودين بمحركات ذو قوات مختلفة تتراوح ما بين 40 إلى 150 حصان بخاري، 48 صفيحة بنزين سعة 30 لتر، سيارتان سياحيتان، 11 سترة نجاة وبوصلة توجه، بالإضافة إلى حجز هواتف نقالة. إجراءات التحقيق لا زالت متواصلة، وسيتم تقديم الأطراف المعنية إلى الجهات القضائية حسب تعليمات السيد وكيل الجمهورية المختص.